هل الاحتجاجات الغاضبة اليوم في إيران بهذه المعطيات الحالية التي تشهدها البلاد تهدد حقيقة عرش خامنئي دكتور عبد الرحيم، أم ما زالت الأمور هادئة؟ هزته لأول مرة. خامنئي غاب أسبوعين ثلاثة، ولأول مرة تصريحاتهم كلها متضاربة. ونعم أنا عارف أنهم سيقتلون، هم بلاد لا يتحاشون أن يقتلوا مليون شخص مثلا، لأنهم مذهبهم مذهب دموي كإمام زمانهم دموي، لكن الشعب أقوى منهم، الشعب أقوى منهم، والشعوب العربية الشعوب الإيرانية كلها قامت. ولو خافوا من القتل الآن كل المدن قائمة، ماذا أديش يقتلون هم يقتلون نعم. أصلا عند أي نقطة دكتور لم يكن متحدا عند أي نقطة متحد. نعم عند أي نقطة دكتور عبد الرحيم يضطر خامنئي للهروب من الميدان؟ خامنئي رجل عنيد، أنا أعرفه شخصيا، رجل عنيد قد لا يهرب. وأنا أرجو ومنذ 20 سنة وأنا أدعو الله تعالى أن يصيبه بما أصاب قذافي. هو سوف والله أعلم سوف يقتل داخل البلد، والشعب سيقتله إن شاء الله، أو من الحرس الثورة، لأنهم هم فئات إصابات كلهم ليسوا إصابة واحدة. قد حرس الثورة يقوم بانقلاب ضده، ولكن الشعب ضد حرس الثورة وضد الاستخبارات وضد هذا النظام وضد هذا المذهب. لكن الشعب الإيراني مجاهدي خلق وجماعة الشاه وغيرهم يجب أن يسمعوا هذه النصيحة. ما دال هذا المذهب الهدام موجود في إيران، هذا المذهب الهدام التي تمثله هذه الإصابات، إيران لن ترى وجه السعادة. هذا تجربة 60 سنة من عمري وتجربة دراستي في عمري، لكن كيف نحول هذا المذهب؟ إيران أحدها الذهبي أحد السني، أحدها السوداء أحد الشيعي، لكن متى يفهم الشعب الإيراني هذا؟ هذا يحتاج إلى وقت، لأن الآن الشعب الإيراني يصبح ضد الإسلام كله، يحتاج إلى فرصة تنفس. لو جاء نظام ديمقراطي سنفهمهم هذا إن شاء الله.